الحرقة مشكلة تسبب الكثير من الإزعاج لصاحبها كونها تؤدي إلى ألم وضيق في منطقة الصدر. وهناك أسباب عضوية قد تسبب المشكلة وأخرى مرتبطة بنمط الحياة كشرب المنبهات والتدخين التي تساهم بشكل كبير في تفاقم المشكلة. المزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور علي عيسى أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح النور. زي ما قلنا يعني دكتور هناك الكثير من الأشخاص يعانون من نفس المشكلة وهي حرقة المعدة. بالضبط. ما هو السبب الأساسي والرئيسي لهذه الحالة ومتى تكون حالة مرضية؟ بالضبط. أول شيء صباح الخير. المشكلة هي مشكلة شائعة طبعا. دراسات الجديدة بتقدر نسبة الناس اللي بيعانوا من موضوع حرقة المعدة، أو هي حرقة المعدة هي المصطلح الشائع، نحن بنسميه مرض القلس المعدي المريئي أو الريفلكس. فتقريبا ممكن في 40% من الأشخاص ممكن يتعرضوا لها الحالة، وفي 7-10% من الناس بيعانوا منها بشكل يومي. لنبسطها هي بس لنفهم الآلية تبعها ليش بتصير موضوع القلس المعدي المريئي. في عبارة عن فاصل بين المري والمعدة اللي بيمنع محتويات المعدة وإفرازات الحمضل بالمعدة ترجع للمري، لأنه مخاطية المري ما أنا مؤهلة تتحملها. لما بصير في ضعف بهالآلية هي نتيجة لعوامل شخصية أو نتيجة لعوامل غذائية، فبيكون عودة لمحتويات المعدة باتجاه المري وتحريضها الألم وتحريضها الشعور. في كتير عوامل مثل ما حكينا ممكن تكون مسؤولة عن هالموضوع. هي بيجي على رأسها موضوع زيادة الوزن والسمنة. أول شيء ممكن أي شيء ممكن يسبب ارتفاع بالضغط داخل البطن، بطء فراغ المعدة ممكن يعمل هالشيء. العوامل الغذائية كتير مهمة، في كتير أطعمة بتأخر فراغ المعدة وبتسبب ارتخاء عمل هالمسرة أو هالصمام الموجود بين المري والمعدة. مثل إيش الأطعمة؟ بالضبط الأطعمة اللي أكتر شيء معروف يعني الكافيين، الكحول، الشوكولا، البندورة المطبوخة، طماطم البندورة المطبوخة، والمشروبات العصائر الحامضة اللي فيها حمض. المشروبات الغازية كمان؟ المشروبات الغازية ممكن تلعب دور أنه بتزيد بامتلاء المعدة، بس ما لها تأثير مباشر على هالمنطقة، على العضلة اللي بتمنع. طبعا ممكن تلعب دور، بس اللي ذكرتهم أول شيء هني أكثر عوامل، أكثر المواد الغذائية اللي بتزيد هالعضلة. طب الأعراض اللي ممكن تظهر غير الحرقة أن إحنا ممكن نحس فيها، ممكن في أعراض تانية؟ طبعا هلا الشعور الهارت بيرن او الحرقه هو اكثر شيء، اكثر عرض شائع، بس في عنا اعراض ممكن تكون تخلي المريض يفكر انه عنده مشكله ثانيه مثل الالم الصدري ممكن تظهر، لانه هالحمض اللي بيخرج مخاطيه المعده ممكن يسبب تشنج بعضلات الانبوب الهضمي بالمري، وهالشيء ممكن حتى يقلد الالم الذبحه القلبيه، فممكن تسبب الم صدري، ممكن تسبب اعراض تنفسيه، ضيق نفس، سعال، ممكن تسبب اضطرابات بالنوم، حتى بحالات معينة ممكن حتى تسبب مشاكل بالأسنان. طيب دكتور، يمكن كثير من الناس يعني اللي يعانوا باستمرار من الحرقة يكون عندهم أدوية في البيت جاهزة دائما، لأنه ممكن يشرب حاجة، يأكل حاجة من غير ما يعني ينتبه فجأة جاته ألام الحرقة. لكن بالنسبة للناس كثير مثلا يقول لك شرب الحليب البارد يخفي ألم الحرقة. هذا أنا جربته أكثر من مرة صراحة، نفع معايا، عشان أحب الموضوع هذا جدا. أكيد طبيعي في النهاية، مو هو أدوية. طبعا في كتير إجراءات ممكن أي شخص يعملها نتيجة الخبرة الشخصية أو نتيجة النصائح من الأهل أو الأصدقاء ممكن يجربها ممكن تخفف. طب مثل إيش أشياء طبيعية ممكن الواحد يستخدمها في البيت؟ ممكن نستخدم أشياء طبيعية، بس لازم نميز إنه هاي الأشياء الطبيعية ما عم تحل المشكلة، ممكن تهدي الأعراض بشكل خفيف. طبعا الأشياء الطبيعية للشخص اللي بيتعرض حرقة بشكل بعيد، أول شيء يتجنب الأكلات الدسمة نتجنب التخمة، إنه ناكل لحتى نشبع نملأ المعدة بشكل كامل، هاي الشغلة مهمة. طبعا الحليب ليش بيريح؟ لأنه الحليب مادة قلوية فبتعدل الحمضل بالمعدة. لما بتكون عرضة شرب المي حتى أي سائل مثل الماء شربه بينظف المري وبيعمل كليرانس، بيعمل تصفية فبيحسن. يمكن بعض الخضروات كمان دكتور، سمعت انه البقدونس، خيار، فعلا ده ممكن يساعد؟ لا ما كثير له دور. طيب الادويه على حسب معلوماتي ما كثير. انا اللي اعرفه الحليب بس الى الان. الحليب كمان معروف، بس الادويه اللي ممكن نعتمد عليها وامتى نلجا للجراحه؟ طيب هلا الادويه هي ثاني خط بالمعالجه. لما نحن بنشوف بيجينا كثير مرضى، هي اول شيء بنبلش النصائح اللي لها علاقه تغيير نمط الحياة، تغيير نمط العادات الغذائية. في شوية نصائح أساسية يعني كتير مهمة. طبعا
لا غنى عن قول أنه موضوع خفض الوزن إذا في إمكان. تجنب الأطعمة قدر الإمكان اللي ذكرتها من شوي، الشوكولا، الكافيين، الكحول، البندورة المطبوخة. طبيعة الأكل يعني أنه نحاول نخفف من تناول كميات كبيرة أو الأكل حتى الامتلاء، لأنه هالشيء مثل ما قلت بيخفف من أفراغ المعدة وبيزيد من إمكانية الغلس. تجنب النوم مباشرة بعد الأكل، تجنب الاستلقاء. كلنا بنعمل كده. كلنا بنعمل، كثير ناس بيعملوا هيك. يفضل أنه ساعتين أو ثلاثة بين الوجبة والنوم. والنوم. طبعا هي الخطوة الأولى من المعالجة، وإذا الشخص المصاب بالأعراض قدر يلتزم فيها تعمل تحسن كبير بالأعراض. إذا لازالت مستمرة نجي للمرحلة الثانية، هي الأدوية. الأدوية اللي بتشتغل أول شيء على خفض إفراز الحمض بالمعدة، تقليل إفراز وتحسين إفراغ المعدة، هي أدوية متوافرة، في منها ممكن الشخص يشتريها أوفر ذا كاونتر، بس طبعا يفضل أنه يكون توجيهات طبيب مشان يعرف شو الجرعة المناسبة وشو الكمية اللازمة. فالأدوية مثل ما خففت، هي أدوية بتعتمد على حبة باليوم بتخفض إفراز الحمض بالمعدة وبتخفض الإفراز المعدة. يعني ممكن نخف أو نعالج تماماً من الحرقة يعني، ولا بتاخد وقت؟ هلأ المفروض إذا في فعالية خلال عدة أيام المريض يبلش يحس بالفرق، الأعراض تختفي، بس نحن حسب شدة الحالة وحسب إذا كنا عاملين فحوصات إضافية لأنه ممكن يكون في مشاكل، بنحدد بالضبط كمية الفترة اللازمة اللي يأخذ فيها المريض. طيب دكتور، بالنسبة لست الحامل بتحس كثير بأعراض الحرقة، وعندنا مقولة يقول لك شعر البيبي، يعني تحية لزميلتنا خلود لأنها كل يوم حامل وكل يوم تقول عندي حرقة. إيش الأسباب بالنسبة للسيدة الحامل وكيف ممكن تعالجها لأنها ما تقدر تأخذ أدوية؟ بالضبط. هلا بالنسبة للحامل، السبب اللي بيصير عنده هو مثل السبب اللي بيصير عند أي شخص، وجود الحمل وجود الجنين بالرحم بيزيد من الضغط داخل جوف البطن، فالمعدة بيصير إفراغها صعب، إضافة لهرمونات الحمل اللي بترخي العضلات اللي بتشتغل مثل الصمام، فبنفس الآلية اللي بتصير عند باقي الأشخاص بتصير عند الحامل. أيوة، بس الأشخاص عاديين بيقدروا ياخدوا دواء الحامل؟ تقدر طبعا، في أدوية آمنة عند الحمل وبنوصفها. جميل. طب أنا قرأت معلومة بس على السريع، يقولوا مضغ اللبان يساعد على تغليف المريء وعدم طلوع الحمض، هل هذا صحيح؟ مضغ اللبان ما بيساعد على تغليف المريء، بس بيحرض إفراز اللعاب. إفراز اللعاب واللعاب هو عبارة عن سائل عم ينظف دائما، عم يعمل تيار، فدائما عرفنا بتهضم. بتهضم مو بتغسل الحمض اللي عم يطلع، فكليرنس بتحسن، لانه هي احدى اليات المريض هي الكليرنس، انه هل افراز اللعاب الزائد عم ينزل بالمريض، عم يعمل مثل بالعامي بيقولوا عم تشطف المريض، يغلف المريض، مو بيغلف بالضبط، باللعاب نفسه عم يرجع الحمض باتجاه المعده، مثل مجرى ماء عم يشطفه. يعني اضعف الايمان اذا الشخص عنده حرقه وما عنده اي ادويه يمضغ لبان. طيب جميل، ممكن. اقل حاجه ممكن نعملها. شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا لك دكتور. يا اهلا، شكرا لكم.